الحركة دي ولا اللعبة دي بيعملوها الشباب في المدارس وفي الجامعات، اللي هو لعبة كتم الأنفاس أو حبس الأنفاس. لعبة كتم الأنفاس أو حبس الأنفاس دي لعبة ما ينفعش الأولاد يلعبوها، لأن فيها خطر وإن فيها ضرر. دي ممكن تؤدي إلى إجماع، ممكن تؤدي كمان إلى وفاة، لأنه بيأثر على الجهاز التنفسي، بيأثر على الرئة. وكل الأطباء المتخصصين قالوا إن هذه اللعبة خطيرة ومضرة. يبقى حتى لو هي على طريق الهزار أو على طريق المزاح أو إن إحنا بنلعب لعبة لكن هتضرنا، لا ما نلعبهاش. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى أنت ما تعملش حاجة لا بهزار ولا بجد ممكن تأذيك أو تأذي غيرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. يبقى يا جماعة لازم نوعي أولادنا، ولازم نتابع أولادنا، ولازم نحتوي أولادنا، ولازم نراقب أولادنا، إنه لعبة زي دي في إعدادي أو في ثانوي أو في ابتدائي أو في جامعة أو في غيره، أو إن هم على شكل هزار، ما ينفعش نلعب اللعبة دي. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يتعرض للبلاء لما لا يطيق، أو أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. انت بتذل نفسك انك عرضت نفسك لحاجة انت ما انتش قدها ولا انت قادر تعملها. يعني انا لما ضغطت دلوقتي على علي دلوقتي يبدأ بقى يكتم نفسه على قد ما يقدر على قد ما يقدر، وبعدين انا ضاغط اكتر زي ما بنشوف كده في الفيديوهات، وزي ما العيال يبقى خلاص يغمى عليها او يغمى عليه ويجي واع، بيحصل له مشاكل نفسية ومشاكل صحية، وقد يؤدي هذا الى الوفاة. فاحنا ياريت الاولاد والطلاب والأطفال ما يلعبوش اللعبة دي لا هزار ولا جد ولا أي حاجة، ما نبعد عن الحاجة اللي فيها ضرر عينها وفيها خطر عينها. وهنا أولياء الأمور لازم يبقى لهم توعية، لازم يبقى لهم رقابة، لازم يبقى لهم احتواء توعية، إنك توعي ابنك أنت شفت حاجة زي كده ما تعملش، أو حد يقولك تعالى أعمل الحاجة دي. رقابة إن أنا أشوف هو بيشوف إيه، بيتابع إيه، بي 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 بيتفرج عليه على الموبايل أو على اللابتوب أو على الأيباد أو على الكمبيوتر. إن أنا أحتويه، إن لازم يبقى أنا ليا وقت ألعب فيه مع ابني. لما انا العب فيه واحتويه جوه البيت هو مش هيلجأ لحاجه زي كده بره البيت. قوا انفسكم واهليكم نارا. اشوفكم على خير.